avec les sans-papiers. Vous pouvez en vous, vous pouvez porter la précarité en masse. كنقولكم باللي راني في وسط مظاهرة تاع الحراقة. واللي فيها ممقور يطالبوا بتسوية وضعية الحراقة. واللي تنظمها اكبر سنديكا ونقابة في فرنسا واللي هي لا سي جي تي. لازم نعرفوا واش تكون هاد السنديكا وشنو هو الدور ديالها هنايا. واش تقدر تقول لنا على لا سي جي تي؟ عرفها لنا كنقابة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقابة العمال بدون أوراق سي لا سي جي تي دي ترافايير سون بابي. تم الإنشاء نتاعها في 2008 بعد المظاهرات اللي قاموا بها الناس اللي ما عندهمش الوثائق في باريس، ومن خلالها جاء ما يسمى بمشروع التسوية اللي داروا مانويل فالس في 2012. بون المشكل الاساسي هو التصعيد هذا اللي راهم يديروه كل عام، يعني قوانين جديده اللي راهي تجي وكلها راهي تجي تقريب لضغوط باش الناس ما تسويش الوضعيه نتاعها. اول حاجه الانسان كي يلحق لهنا لازم يكون على باله باللي باش يدخل في هذه الزمره هذه لازم اولا يكونوا عنده اثبات الوجود لي بروف دو بريزونس، لازم يلم لي بروف دي بريزونس ويكونوا دي بروف بروبونت، يعني بمثلا ابونمون تاع التليفون، الميدسان يكونسلت الميدسان، على الاقل تكون عنده وثيقه اثبات كل ثلاث اشهر وحده. بون يعني كات بروف دو بريزونس في العام. عندنا ثاني شيء لي بروف دو ترافاي، الناس اللي تجي اول حاجه قبل ما توصل لي بروف دو ترافاي لازم يدير لامون تاعو باش يداوي لا ميديكال ديتا، ويكونوا عنده نتاع الترام باش يمشي بحريه، ولازم يتصل بالجمعيات. المشكل نتاعنا حنايا وخاصة الإخوة الأفارقة هذو ولا المغاربة راهم كيجيو لهنا راهم ينعزلوا تماما، كل واحد يقعد في الكوان تاعو، ما يروحش مثلا يتصل بالجمعيات، يكون على باله القوانين شي جديد الشيء اللي لازم له. أولا شوف سيركيلار فالس مازالت تمشي لحد الساعة يعني، وكان داخلة في اون ادميسيون اكسيبسيونيل وسيجور. لازم شوف يريقلوا الناس عن طريق الجمعيات ولا عن طريق المحامي ولا كل واحد كيفاش يحب. من الاحسن انا يعني النصيحه نتاعي هي انه الانخراط في هذه الجمعيات. اولا ثلاث سنوات يدومونديو 24 فيش دو بي، خمس سنوات يدومونديو 8 نتاع لي فيش دو بي، سبع سنوات يدومونديو عام نتاع لي فيش دو بي. وشنو هو الفرق الوحيد؟ هو انه نتاع ثلاث سنوات ما يطلبوش عليهم ثلاث سنوات، لازم له السرفة. السرفة هذه درك حاليا بما يسمى بلا دي ماتيرياليزاسيون كلش يل باس بار لا بلاتفورم، سادير كاين سيت الباترون كي يحب يريقل واحد يدخل للسيت يعمر لو فورمولير هذاك، ابري يستنى الروتور نتاعو، اذا كان الروتور ايجابي يحطوه في الدوسي ويحكم رونديفو في لا بريفيكتور ويحط الملف نتاعو. حنايا في غرونوبل يعني كان عندنا الحظ انه بعد مشاورات وبعد نقاشات مع الولات اللي كانوا هنايا سبقوا، حنايا الناس ما عندهاش لي فيش دو باي اوتوماتيكمون. الانسان اللي يخدم بطريقه غير شرعيه وما يديكلاريش الباترون تاعو ما تكونش عنده امكانيه انه يكونوا عنده هذا لي فيش دو بي هذو. الوغ واش يلزم له؟ حنايا قال لك هنايا ان باترون اللي يدير باللي سيد كونك في بلاص لي فيش دو بي كاينه اون اتيستاسيون دو شي ان باترون كي رومبلاص لي فيش دو بي هذا. بون من الاحسن حنا كيفاش نخدموا النقابه كيفاش تخدم؟ حنا يجيونا الناس ينخرطوا يحضروا معنا هذا الوقفات هذو اللي نديروهم وقفات احتجاجيه، ونديروا لي مانيفيستاسيون هذه المظاهرات هذو باش ندافعوا على الحقوق نتاع هاد الناس هذو العمال هذو اللي تخدم. اول حاجه كيلحق الانسان هنا ويكون عنده ان باركور كيما هكا يلم لي بروف دو بريزونس، يدير لا ميديكال ديتا حاليا يقدر يديكلاري بها. بون هي ماهيش قانونيه وان كان يديكلاريو الناس، يديكلاري مادام راهو يخدم وماهوش يخدم في خدمه واحده اخرى اللي ماهيش مليحه ولا هكا ويخدم باش يسترزق.
ومام طون باش يبريباري هذوك لي فيش دو باي هذوك يدير الكيمول يجملهم نهار يحط ان شاء الله يحط بربي ان شاء الله ماهي سهله هي هذه راهي تعتبر هذا نضال الانسان ماشي يقول لك اني مشيت للجمعيه وما كان والو كذا هذا نضال قادر يحط دوسي قادر يعطيو له روفي وحنايا هنايا تبدا الخدمه نتاع النقابات احنا نتبعوا الانسان هذا في الباركور تاعو ما عطاولوش اليوم نديروا الروكور ونزيدوا نعاودوا نديروا على جالو احتجاجات وكذا وخاصه الناس اللي تستاهل يا ناس الانسان اللي يجي من البلاد يلقي السما يشوف يخطي الطريق اللي ماهوش مليح ويحاول يدير سيتياسيون روحو والناس الكل عدات على هذه المرحله هذه تروح لافوكا ثاني نفس الشيء راح يقوم بنفس المهمه اللي نقوموا بها احنا الحاجه اللي نختلفوا بها على الاخرين احنا انه نوجدوا دوسي بريباريو لو دوسي نتاع السيد ونشوفوا واش يلزم له ونحكموا موعد مع لا بريفيكتور يعني الولايه ونحطوا نديروا دي ديبو كوليكتيف يعني نحطوا دواسا جماعيين انا اللي نقوم يعني انا والاصدقاء تاعي انا اللي كامراد نروحوا ننظموا له الدوسي تاعو ويبقى يجي هو ويتعلم ومن بعد هو ان شاء الله كي يدي ورقه كان اللي موراه اللي يجي شنو هو حاجه وحده الانسان كيجي لهنا ما يروحش ينعزل يقعد في قهوه ولا يقعد كذا لازم اول حاجه يلم لي بروف دو بريزونس ولا بروف دو ترافاي ويكون عنده كاس جوديسيير نظيف ما يدخلش في متاهات اللي غدوه يصعبوا له بها ولا هذا هذو هما الطرق اللي تعتمد عليها لا سيجيت ومن ناحيه المظاهرات هنا يا خويا عياش اسكو الحراقه يعني قولي صراحه خاوتنا الحراقه راهم حاضرين ومتحدين في المظاهرات راهم اون بريزونت ما راهم توجور حاضرين ويعني بكل صراحه احنا يعني هذه الثقافه هذه ما فهمتش يعني اللي وش هما الاسباب الناس ما تجيش ما نعرف من على اساس يعني خوف والا حشمه والا احنا لحد الان ما فهمناش علاه هو يعني ما فيها حد شيء الانسان كيجي كينظم ويحضر المظاهرات راهو ما يقيسوا حد شيء احنا هاك تشوف بيان ستريكتوري منظمين الحكومه بحد ذاتها هي اللي راه هي كتسهل المرور وتسهل الطريق مادام درك حنا ماشيين من الزاس لوران حتى لا بريفيكتور راه هي كيسمى بالمساعده نتاع السلطات يعني ما كان حد شيء مظاهره سلميه ماك راح تقول كلام ماهوش مليح ماك راح تقيس السياسه ماك راح تقيس حنايا تجري على حقك تجري باش تسوي الوضعيه نتاعك ما تقعدش مهمش ما تقعدش مستغل من طرف هذا الباترون هذو الناس ارباب العمل هذو اللي راهم يستغلوا الناس هذو مساكن ما يسوريه ما عنده اسيرونس ما عنده استادير اجره مليحه والسوايع يخدم اكثر من الناس وتلقى توجوري غاليري مسكين يتعب وعلاش بارك الله فيك واحد حراق اسكو كيفاش يدير باش ينخرط معاكم اسكو سهله ماشي سهله باش يكون كما نقولوا حنا عضو في لا سي جي تي في النقابه ديالكم سهله اكيد احنا مفتوح احنا رانا درنا دروك باج في ان باج فيسبوك احنا عندنا المقر نتاعنا هنايا في ريد لوروب حدا جراند بلاس حدا كارفور يتصل بنا احنا و 4 ايطاج احنا ناصيريو لي بيرمانونس تو لي فوندردي نجيو كاين جماعه هاك تشوف هنايا الاخوه اللي هنا اللي راهم انا الاصدقاء وكل راهم مروا على هذه المرحله وكاين اللي مازال منهم مازال راهو يستنى باش تسوى الوضعيه تاعو يجي من الجمعه على الخمسه حتى الخمسه ونص تاع العشيه ومن بعد حل الخمسه ونص تبدا لا رينيون الوغ الانسان اللي يحب يستفسر ولا يحب معلومات ولا يحب نشوفوا له الملف نتاعو يحب نديروا له الخيرات عندنا الخيرات عندنا اشتراك يعني رمزي يعني باش يكونوا الناس حلا نديروا لي فوتوكوبي للناس ونجريو وكذا نشوفوا امورهم يعني سهله تماما ويصبح بعد مده من الوصول تاعو لهنا والانخراط نتاعو يولي يعرف وش هما الامور اللي لازمينه وش هما الامور اللي لازم يجبد عليهم وش هما الامور اللي يوجدهم يعني مرحبا بكل واحد بارك الله فيك خويا عياش بالتوفيق لو كان تقدر تقول لي ثاني لا سي جي تي اسكو ريغلات ديجا سوات وضعيه تاع الناس حراقه يعني عدد كبير اللي تسوى فاتوا علينا وكانت يعني من بينهم كانت وضعيات جد صعبه يعني كانت ناس عندهم ما يسمى بالكيت ريكوندويت وكذا وبفضل الله يعني والحمد لله وبالمعاونه يعني نتاع الناس هذو اللي راهم يجريو معنا هاك تشوف يعني راهم انا كاينين الناس من جنسيه فرنسيه هما اللي راهم ساهرين وقايمين وبصيفتي يعني كبريزيدون تاع لا سي جي تي نتاع هذو يعني رانا من 2008 وانا في الجمعيه هذه يعني تريقلوا ما شاء الله تريقلوا Ah ben la CGT, je vous la définis, hein. C'est un syndicat avant tout de combat, de lutte qui existe depuis 1895, qui doit défendre les travailleurs dans les boîtes. Et le syndicat CGT est international.
Et chaque boîte a un syndicat qui s'appelle la CGT. Et ça va beaucoup plus loin, la CGT, c'est international. D'où l'intérêt d'avoir des camarades sans papier avec nous, qui quittent leur pays pour essayer de vivre décemment et pour être au moins à la CGT. La CGT, ça défend tout, les conditions de travail, le CNRR, le Conseil National de la Résistance, est parti de là. كان تحت الفرصة وتعرفت على الطاقم ديال السي جي تي وبالفضل ديالهم تمت تسوية وضعيتي. وبالنسبة للحالة الراهنة كنطلبوا من جميع الإخوان يتضمنوا مع بعضهم من أجل تحقيق الأهداف المتوخى. وشكرا. صح، أنت يا لا سي جي تي هي اللي ريقلت لك الوضعية ديالك. شحال ضربة، شحال المدة باش رفدتك ورقك؟ المهم هذا كانت واحد التجربة طويلة جدا، لأن تم الرفض تجديد الإقامة في 2005. من بعد قمت أنا طلبت ملتمس من طرف الجهات المختصة، خصوصا لو بريفي، درت ريكور غراسيو دوفون لو بريفي، ولكن ما كانش الرد. من بعد قمت أنا بإجراءات أمام المحكمة التريبيونال أدمينستراتيف، من بعد لاكور دابيل، من بعد لو كونساي ديتا، ولكن دون جدوى. من بعد بقيت انا كنتصل بالاصدقاء ديالي، وواحد من الاصدقاء ديالي من المغرب قال لي بان كاين النقابه ديال السي جي تي اللي كتدافع على على المهاجرين الموجودون بطرق غير قانونيه فوق الطرف الفرنسي، وساعه حضرت الدوسي ديالي، لكن بقيت واحد المده ديال 10 سنوات سون بابي، وكانت واحد المرحله صعيبه بزاف، لان تصور الواحد ما عنده شي اوراق راه كيعيش ظروف مزريه هنا في فرنسا. لهذا باش نخرجوا من هذا المازق هذا كنطلب من جميع الاخوان اللي موجودين بطريقه غير قانونيه في فرنسا يتضمنوا مع بعضهم ويتحدوا مع بعضهم، لان اذا ما كاينش الاتحاد وما كاينش التضامن راه حتى واحد ما يقدر يحصل على الاوراق ديالو هنايا. باسكو يد واحده ما تصفيكش، فهمت؟ لازم نتلموا نتعاونوا والنتيجه تاعنا تكون واحده. واش جابني انا، واش جاب هذا، واش جاب هذا، نتلموا كاع اللي يكون ثقيل يولي خفيف. بصح كي نتفارقوا هكا كل واحد يحوس على ما على باليش وين يقعد وين، ابري ما كانش الغاشي بزاف، ما تقدرش توصل النتيجه اللي كانت تحوس عليها. هذا هو واش نوصي احنا الناس اللي راهي تجي، ما يقعدوش يضيعوا في اعوام تاعهم، باسكو القوانين في فرنسا ما يستابيليزيوش، دائما يتبدلوا. بصح كاين ديزوكازيون بالك انت تقعد في القهوه، ما يجي قانون انت ما تسمعوش يروح عليك لوكازيون هذيك طراتيها. هذا هو الكلام اللي نزيدو. وانت صح تقدر تقولنا باللي سي جي تي يعطي لي رايك، تقدر تعاون واحد حراك سون طوبي حباوي مادام قالها لك البريزيدون تاع لا سي جي تي. علاش على بالي، قول لي انت يعطي لي رايك. بيان سور تعاون بالبزاف، مي الانسان لازم يكون اجور، يجي يحوس على المصلحه تاعو، يحوس كيفاش يوصل وين يجيب واش بغا هو. لازم يروح لا سي جي تي، لازم يخالف لا سي جي تي، باسكو الناس ما تعرفش لا سي جي تي، تسمعها برك مي كي يدخل لا سي جي تي يشوف الناس يشوف الناس تستافد من لا سي جي تي، واللي يجي يستافد كما راهي تستافد الناس ويعاونوا لا سي جي تي. فوالا مخدومه للصوالح هذون. المانيفيستاسيون هذه ولا هذه المسيره هي لا ماجوريتي تنظم في السنتر فيل، ومن بعد يمشوا حتى لا بريفيكتور، يجوا لهنايا بالبوندرول ديالهم تاع لي سون بابي هنايا باش يفرضوا ويضغطوا على لا بريفيكتور وتسمع النداء ديالهم باش يريقليو خوتنا الحراقه في لي بابي. واللي ما يعرفش لا بريفيكتور، بيان سور لا بريفيكتور هي اللي تمد لك وارد، سوا تزوج سوا دير دوسي تجي ديريكت لهنايا. كيما هنايا قالوا بلي رانا اكثر من 5000 بنادم، لا بريفيكتور راهي مورانا والمتظاهرين راهم قدامها، راهم قاعدين هنايا باش يسمعوا النداء ويضغطوا على لا بريفيكتور باش هكذا ان شاء الله تسوي الوضعيه تاع خاوتنا الحراقه. شيريا ولا شيريا اوني ايسي اوغاس ايسي.
المظاهرات على سي جي تي هي مظاهرات سلميه وما فيها حتى ريسك على خاوتنا الحراقه، بالعكس لا بوليس هما اللي امنوا لكم الطريق حتى لا بريفيكتور باش طلبوا بالحقوق وتسويه الوضعيه ديالكم. كاين ديكلاراسيون تاع الامين العام، هذيك اليامات الجايه ان شاء الله نحطها وحدها خاطر هي شويه طويله باش هكا تزيدوا تستفادوا اكثر واكثر. هكا يكونوا عندكم دو فيديو، الفيديو كيما تاع اليوم باش تكون عندكم نظره وفكره على المظاهره تاع السي جي تي اللي ديرها في لافيل، وتكون عندكم ثاني فيديو تاع التصريح تاع الامين العام، هكا تزيدوا تستفادوا اكثر واكثر. كاين ثاني واحد السؤال تقولوه لي بزاف، كيفاش نسوي الوضعيه بلا زواج وكاعوا لي فيش دو باي؟ هذا ان شاء الله نوعدكم باذن الله انا حزت ندير فيديو نتعمقوا فيه اكثر واكثر، وهكذا يكون عندكم معلومات بزاف ملاح. ربي يوفق الجامع، ربي يسهل على كل واحد هنا في الغربه، وتحيا الحراقه وين ما كانوا. سلام. سوليداريتي افيك لو سان بابي.